في بذل الأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام الميامين، وارض اللهم عن سادتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة المعلومة الجميع ارتأت أن تقدم لكم، أو قبل كل شيء، إن الذين أو الملاحظين للقنوات التي تقوم بعدة شروحات للبرامج وتصوير سطح المكتب يتساءلون، أو يتساءل بعض الناس أو يتساءل المبتدئون، ما هي البرامج التي يقومون بعمل بها كل هذه الفيديوهات أو عمل بها كل هذه الشروحات. هنالك عدة برامج كثيرة لا تحصى ولا تعد، وكل على حسب إمكانيات جهازه. البرامج هذه كل شخص يختار البرامج الذي يناسب إمكانيات جهازه، لأنه توجد برامج لا تتماشى مع بعض الأجهزة، كبرنامج هذا الذي هو كامتازيا ستوديو 2018 الإصدار الأخير، لا يتناسب مع أصحاب الأجهزة ذات 32 بيت أو أصحاب 32، يتناسب مع أصحاب الأجهزة 64 فقط. نعود إلى برنامجنا. قلت لكم سابقا أن أصحاب القنوات يستعملون عدة برامج وهي كثيرة، وعلى حسب ظني وعلى حسب خبرتي وعلى حسب تجربتي في هذا الميدان، أجد أن برنامج كامتازيا هو أجملها وأحسنها، بالرغم أنه يأخذ من إمكانيات الجهاز الكثير والكثير جدا، حيث أن أحيانا يتشنج معي جهاز الكمبيوتر، لأنه يأخذ من إمكانيات الجهاز الكثير، لكن يعجبني فيه أن عمله جيد وأن فيه بعض الامتيازات لم أجدها في برامج أخرى. أنا هنا لست بصدد أن أروج لهذا البرنامج، لكن هذه الحقيقة. برنامج كامتازيا هو برنامج لتصوير سطح المكتب أو لعمل الشروحات، لكن في هذا الإصدار الأخير أو الإصدارات الأخيرة لقد تم إضافة له عدة إمكانيات، حيث أصبح أنه أقرب إلى برامج المونتاج أو تحرير الفيديوهات والصور إلى برنامج تصوير سطح المكتب أو عمل الشروحات. لقد أضافوا له الكثير وطوروه، وبطبع هم يطورون برامجهم، هذا شيء يعنيهم وهو جيد لنا نحن أصحاب القنوات، لأنه نحب البرامج التي تعطينا الجودة العالية وتعطينا الدقة وتعطينا عدة أمور أخرى سوف نتعرف عليها في هذا البرنامج. وللولوج أو الدخول لهذا البرنامج هنالك ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي الضغط عليه على هذه الأيقونة التي تظهر في سطح المكتب. أما الطريقة الثانية فهي نذهب إلى قائمة إبدأ، ثم إلى كافة البرامج، ثم نختار البرنامج من هنا من هذا الملف، ثم نضغط هنا كامتازيا 2018. أما الطريقة الثالثة نذهب إلى الكمبيوتر ثم إلى القرص المحلي سي، ثم أنا أستعمل 64، أذهب إلى بروجرام فايل ثم أذهب مباشرة إلى هنا، ثم هنا، ثم أقوم بالضغط هنا، سوف نلج إلى هذا البرنامج إن شاء الله. وكما قلت إن هذا البرنامج يمتاز بإمكانيات كبيرة، لقد بدأ برنامج في الاشتغال فيرسيو 2018. سوف تظهر لنا نافذة هنا، هاي لقد ظهرت كامتازيا.
ماذا يوجد في هذه النافذة؟ يوجد مشروع جديد أو تسجيل جديد أو نفتح مشروعا قد حفظناه سابقا في هذا البرنامج. نحن نختار مشروع جديد، تنبثق أو ندخل إلى البرنامج، وكما تلاحظون هو بسيط جدا جدا، لا تعقيدات فيه، هو باللغة الأجنبية نعم، لكنها ليست عائقا وليست حائلا أن نتعامل مع هذا البرنامج، خاصة للذين يستعملون البرامج من قبل لا يجدون فيه أدنى تعقيد، والذين يستعملون البرامج يعرفون أن جميع البرامج لها نفس ميكانيزمات العمل أو نفس الأطر والخطوط العريضة، يختلفون فقط في بعض الأمور الجانبية فقط. هذه كمعلومة للذين لا يعرفون هذا البرنامج. أما الذين يعرفون هذا البرنامج أنا لا أعنيهم، لأني أنا مبتدئ وأخاطب فقط المبتدئين مثلي. وهنالك عدة برامج هذا البرنامج يستعمل أيضا في المونتاج، وهنالك عدة برامج أخرى تستعمل في المونتاج كأدوبي وكفيغاس برو 2016 16 كبرنامج فيغاس برو 16 وأدوبي، وهنالك عدة وكورال فيديو ستيديو، وهنالك عدة برامج تستعمل للمونتاج وهي كثيرة وعديدة. كما قلت لكم واجهة البرنامج هي بسيطة جدا غير معقدة، تتألف من أبواب هنا وتتألف من هذا الشريط الذي هو بسيط، ملف تحرير موديفي نوافذ، مهم هكذا، ليس بسيط المساعدة، المهم هذا هو البرنامج، واجهته بسيطة. هذا الزر هو للتسجيل، وتستطيع أن تقوم بالتسجيل قبل أن تدخل إلى البرنامج كما فعلت كما أنا أفعل الآن، سجلت ثم دخلت إلى البرنامج. وللتسجيل نستطيع بعد فتح البرنامج أن نسجل من هنا، ونستطيع التسجيل قبل فتح البرنامج من الدخول إلى إبدأ ثم كافة البرامج ثم هنا، ثم نضغط على هذه على هنا كامتازيا ريكورد 2018 سوف يقوم بالتسجيل، ونستطيع أيضا الدخول إليه بالتسجيل من هنا. ندخل من هنا ثم ندخل إلى هنا ثم نذهب إلى ملف البرنامج ثم نضغط هنا، سوف يقوم بالتسجيل، وهذا مما يسهل عمل هذا البرنامج، لأننا أحيانا لا يكون البرنامج يشتغل ونقوم بعملية التسجيل، وهذه خاصية وميزة جيدة. وفي التسجيل نظهر هذه الشاشة، نستطيع حذف الكلام الذي نحن بصدد تسجيله من هنا، أو نضغط هنا فتعطينا توقف، ثم إن شئنا أن نتوقف على هنا الانتظار مدة بنور، وهنا إن أردنا الخروج وهنا التوقف عن التسجيل والبدء في التحرير. هذه الخانة هنا، لاحظوا كما تلاحظون هنا أنني أقوم بعملية الآن بعملية التسجيل، سوف أنزل هذه الخانة إلى هنا. نبدأ من هنا من هذه الجزء الذي هو أسفل، الذي هو عبارة عن تايم لاين، وكما تلاحظون فيه نفس الأمور الأخرى، تراكات هنا، تراك الأول، تراك ثاني، تراك ثالث، نستطيع حتى إضافة عدة تراكات أخرى،
سوف نضيف خضرة. وهنا للتراجع، لاحظوا، وهنا هنا لقص الفيديو، هنا للنسخ، وهذه هذه الأيقونة للصق، وهنا لتقسيم الفيديو إلى قسمين. هذا هذه التي تنزلق، لاحظ أسفل هذا الفيديو سوف تجدون إن شاء الله فيديو فيه الطريقة الصحيحة لتحميل وتنصيب برنامج كامتازيا ستوديو 2018. يبدو أن كل شيء واضح هنا، لا تعقيدات ولا أمورها، هكذا لكي تعطينا أكبر عدد من الرؤية. هذا التايم لاين، ثم نأتي فوقه مباشرة نجد هاته الشاشة، وهاته شاشة عرض فقط وليست شاشة إخراج نهائيا، وإنما شاشة عرض نستطيع التحكم فيها من هنا. نضغط هنا لكي نعيده إلى العرض الذي يتناسب معنا، والإخراج هذه الشاشة خارجا نضغط هنا سوف تخرج هكذا. ولإعادتها إلى مكانها نعاود الضغط سوف ترجع. أما بالنسبة إلى إعدادات الفيديو النهائية والتي يظهر عليها الفيديو، ندخل هنا ثم نذهب مباشرة إلى هنا، تنبثق معنا هاته النافذة. ماذا يوجد في هاته النافذة؟ يوجد فيها إعدادات الفيديو من 1080 HD إلى 720 إلى 480 SD إلى عدة صيغ أخرى، نحن نختار أجودها وأفضلها وأجملها. هاته خلفية سوداء نتركها كما هي، وهنا الفريمات، قبل كانت 24 و30 والآن أضافوا إليها 60 فريم، نحن نختار 30 فقط، وأنتم لكم حرية الاختيار لأنها 60 أفضل من 30، لكن نحن لأننا في عمل شرح سوف نختار 30 فقط. ونضغط على إعدادات الفيديو التي تظهر في الأخير. يبدو أننا شرحنا التايم لاين وكيفية إضافة تراك ثم نأتي إلى هاته القائمة أو هاته الأبواب، وهاته الأبواب إن شاء الله سوف نخصص لها دروسا خاصة. وهنا الميديا، طريقة جلب الميديا، وهنا عرضها، نعرضها قوائم أو نعرضها عبارة عن صور أو فيديوهات كبيرة، وهنا طريقة جلب الميديا، نستطيع من هنا أو من هذه الخانة الخضراء أو من هذه الأيقونة الخضراء أو من هذا الزر الأخضر، ندخل إلى الباب الثاني وهنا المكتبة، والمكتبة هنا أذهب إلى المكتبة الأصلية، لأن هذه المكتبة أنا الذي عملتها من العمل على البرنامج، نذهب إلى المكتبة الأصلية التي تظهر معكم أنتم، ونجد فيها عدة ملفات، كل ملف يحتوي على أمور كثيرة سوف نلاحظها هكذا. سوف بإذن الله تعالى سوف نشرح كل شيء. نتعرف هنا على طريقة الكتابة، هنا طريقة إضافة أسهم، هنا أشكال، هنا عملية وضع ضبابية على بعض الأمور في سوف نشرحها إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. وهنا هنا انتقال بين الفيديو والفيديو، جميع برامج مونتاج تحتوي، الذين يعرفون برامج مونتاج هذه أمور بسيطة عندهم. هنا إضافة جمالية أخرى أو حركة أخرى، وهنا الأنيميشن إضافة حركة في الفيديو، هنا الفأرة، طريقة حركة الفأرة، وهنا طريقة من النقر بالجهة اليمنى والنقر بالجهة اليسرى، سوف نشرح هذه كل الأمور، أنا هنا أريكم فقط. وهنا طريقة تسجيل، هنا
إعدادات أو إضافة جمالية للصوت والتنقية والتسريع وهنا حل للألوان. بالإضافة إلى هنا سوف نقوم بالسحب أسفل حتى تظهر كل هذه العناصر. وبرنامج يبدو والبرنامج هذا عبارة عن مطبخ مثلا، هذا مكان كالقدر، هنا يطبخ كل شيء في هذا التايم لاين أو في هذا الجزء من البرنامج، هنا يقوم العمل الكثير والكثير. أما في هذه الخانة أو هذه العنصر تكون هنالك المواد الغذائية أو الخضروات أو جميع الأمور التي تستعمل في الطبخ، وهذه عبارة عن توابل. توابل سوف تلاحظون كيف سوف نقوم بعدة أمور، سوف تعرفون الكلام الذي أنا أقوله الآن. في هذا القدر يكون طبخ أو يكون تقديم هذا الفيديو، فإن كان الطباخ ماهرا يأتي بالمادة الجيدة بالخضروات أو بالمواد الغذائية الجيدة ويضيف إليها التوابل الجيدة ويعطينا إخراجا جيدا. أما إذا كان هذا الشخص فاشلا أو لا يعرف فسوف يأتينا بأمور مشوهة ولا لا حصرة له. لقد رفعنا شعار بأن تكون قناتنا قناة المعلومة للجميع، وهنا ما دام أننا رفعنا هذا الشعار نحن هنا نطبقه بحذافره، لأن هنا كلمة المعلومة للجميع أنه نحن ضد احتكار المعلومة، ونتمنى أن شروحاتنا أو تعريفنا بهذا البرنامج أنه لا يستعمل فيما يغضب المولى عز وجل، لأننا هذا البرنامج هو كالسكين يستطيع تقشير حبة تفاح أو تقشير أي شيء كما أنه يستطيع أن يقتل. فنحن نبرأ ممن يستعملون هذه البرامج فيما يغضب المولى عز وجل، نحن نبرأ من نحن نقوم بشروحاتنا هذه لله في سبيل الله. هذه أولا. ثانيا رفعنا شعار المعلومة للجميع وسوف نطبقه بحذافره هذا الشعار، لأن قناتنا هي قناة معلومة للجميع ونحن ضد أي شخص يحتكر المعلومة، لأن هذه المعلومة كما وصلت إلينا يجب أن تصل إليكم ولا بد أن لا يحتكر أحد في هذا العالم المعلومة. نحن بحكم تجربتنا الخاصة وممارستنا والعمل على هذا البرنامج تعلمنا منه الكثير والكثير والكثير، وهي أمور تعلمناها شخصيا، تعلمتها بنفسي، لم أرها في النت ولم أرها في قنوات اليوتيوب، ولكن بحكم الممارسة والكثرة الممارسة لهذا البرنامج وفقني الله إلى عدة أمور، وسوف تلاحظونها إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله تعالى حينما نقوم بشرح هذا البرنامج، وخاصة هذه الأبواب سوف نشرحها بابا بابا بإذن الله تعالى، إلا التي لا نعرفها أو التي لا نعرف عنها مثل هاتين، هناك هذا الباب وهذا الباب أنا لا أعرفهم، أظن أنها أحيانا ربما لست أدري ما يقصدون، لكن سوف أشرح الذي عرفته أو الذي وفقني الله إلى معرفته. وفي الأخير إن كنتم أو إن كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، قناة المعلومة للجميع، نرجو من سيادتكم الاشتراك بالضغط على زر الاشتراك باللون الأحمر وتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، والإعجاب بهذا الفيديو وترك تعليق أسفل الفيديو، منا المبادرة ومنكم إن شاء الله التشجيع، وبارك الله لكم، وأتمنى أنني قد وفقت في شرح أو إعطاء نبذة ولو بسيطة عن هذا البرنامج، هذا البرنامج الكبير، هذا البرنامج الجميل، هذا البرنامج الذي يمتاز بعدة امتيازات كبيرة جدا،
أتمنى أنني قد وفقت في شرحه وعمل له فيديو، لأننا نحن نبذل مجهود، أكيد أكيد نبذل مجهود في عمل هذه الفيديوهات ويأخذ من وقتنا الكثير، لكن هذا هو شعارنا، المعلومة للجميع. وفي الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.